يعني جد قوي 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 في رمضان، وخرجنا بقى على حاجه كوميدي بقى وميوزيكال ودانسينج وبتاع، يعني تنوع لطيف الحمد لله. يعني هو دايما انا الفكره الاساسيه عندي انه انا للاسف الشديد ما بخططش، يعني ما بخططش لشيء، يعني بقول ايه احنا هنعمل دي وبعدين نركب عليها دي وبعدين نعمل دي، يعني مش شاطر الى هذه الدرجه. رولات حمام الشافعي سيدتي انا. لكن انا دايما ببقى بحاول بقدر الامكان ان انا لما اوافق اوافق على حاجه تبقى ليها قيمه وليها معنى وتبقى قريبه من الناس. يعني برضو مش حابب فكره الفن من اجل الفن، يعني دي برضو بالنسبه لي مش هي احسن شيء. انت مع يعني الفن رساله؟ انا مع الفن انه يبقى فيه رساله، لكن الفن في النهايه متعه. طبعا متعه. انت لو ضحكتي انا كسبت، ده مكسبي. انت لو انبسطتي ده مكسبي. يعني لن انسى مثلا انه، ويمكن حكيت الحكايه دي قبل كده، انه مثلا لما كنت بعمل تامر وشوقيه قبل ما يظهر فكره الترند دي، وقعدنا 5 سنين ترند يعني. بس يعني اتصلت بيا يعني احد يعني مش المعجبات دي، ست الناس وامي وقتها يعني، بس للاسف ما حصلش اتصال بينا بعد كده. فحد قال له مساء الخير، مساء النور، ايوه يا فندم اموري. قالت لي يا ابني انا عندي تعب وبغسل كلى وبعمل حاجات ومش عارف ايه. فانا قلت لابني، كنت بتفرج كده، فقلت لابني دور لي عليه وهات لي نمرته. فجبت نمرتك. فانا يا ابني قلت ادعي لك، لان انا كنت تعبانه قوي ومخلصه الجلسه، وبعدين لما شفتك وانت بتعمل مش عارف ايه قعدت اضحك فنسيت الوجع. الله. فما تتصوريش يعني ده بالنسبه لي كان عامل ازاي. طبعا. يعني وانا بقول لحضرتك دلوقتي يعني انا عايز اقول لك انا كمان تاثرت معاك جدا. ان كمان في حاجه تانية نضال، انت كل الناس بعديها ما عملت الجزيره بيقول لك ايه، لا هو ده مش ده. أيوة. والله انا مره كنت قاعده مع مامتي بما ان جبت سيره الست. أيوة. بقول لها هو نضال هو اللي هنا، قالت لي لا 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 مش ده. قلت لها والله العظيم هو اللي عامل نفس الدور. يعني انت دايما بتعمل تركيبات جديده وبتعمل حاجات مختلفه وبتشتغل على الشخصيه من جوه وعليها كمان من بره. بس في حاجه تانية خالص دايما انا ونضال في كل لقاءاتنا، الناس بتسيب اللقاء كله وبتمسك في سؤال واحد. حبيبي يعني تمام، انا تمام. انت مبسوط كده؟ عرفه. انا هعملها في سلسله هنا، هكتب هنا كده منوفي، هعملها هنا مصري منوفي من وسنا. نضال اخدت بالك ان ده كان الترند؟ وعز الجلال ده بقى بينزل ترند بيزيد السؤال. انا لقيت نفسي في بحث من على جوجل على بس نضال الشافعي منوفي، ايه المشكله يعني.